بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المتابعون الكرام، أيتها المتابعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في درس جديد من دروس السنة الثالثة ثانوي كل الشعب، هذه المرة مع درس أو تسجيل جديد حول الحرف إذن التي تكون بدون نون وتكون بالنون إذا كانت عاملة، أي إذا كانت ناصبة. تكون إذن حرفا للجواب والجزاء والاستنتاج، أي أن ما بعد هذا الحرف يكون نتيجة لما قبله، وسوف نضرب أمثلة لذلك، وتأتي بعده جملة اسمية أو فعلية، كقول الله تعالى: وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. إذن تلاحظون الجملة الأولى: ما كان معه من إله، وما كان معه من إله، إذن هذا نفي. ثم جاءت إذن لذهب، طبعا لذهب فعل هنا مضارع منصوب بلام، لام التعليل، لذهب، إذن هنا غير ناصبة وغير عامل. إذن لذهب كل إله بما خلق، لو أنه والعياذ بالله كان هناك أكثر من إله آلهة، ماذا ستكون النتيجة؟ إذن الفرضية كانت قبل إذا، وهي ما كان معه من إله، لكن النتيجة ما هي؟ لذهب كل إله بما خلق، كل إله يسير الكون كما يشاء ويعلو بعضهم على بعض، وبالتالي لا تكون هناك حياة ولا كون، طبعا هذا فرض والعياذ بالله. إذن تلاحظون الجملة التي جاءت بعد إذا: لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، هذه استنتاج أو نتيجة أو جزاء لما سيقع بعد لما سيقع لو وقع الجملة التي كان قبل إذا، وبالتالي فتكون إذن هنا تأتي من أجل طرح الجواب والجزاء والاستنتاج والنتيجة لما كان قبله. إعراب إذن هنا: حرف جواب وجزاء واستنتاج. إذن لا نقول نصب، لا يوجد نصب هنا لأنها لم تنصب شيء، ذهب لا ذهب هنا منصوب بلام التعليل كما ذكرنا قبل قليل. إذن حرف جواب وجزاء واستنتاج مبني على السكون، لا محل له من الإعراب. إذن الناصبة، إذن تلاحظون هنا في الأمثلة الأولى إذن بدون نون، لكن هنا بالنون، لماذا؟ لأنها ناصبة. إذن الاستنتاج الأول وهو أن إذن إذا كانت بغير نون فإنها غير عاملة أي غير ناصبة، أما إذا كانت بالنون فإنها عاملة أي ناصبة. مثال ذلك: إذن قد تكون إذن حرف جواب وجزاء واستنتاج واستقبال ونصب. إذن الجديد هنا هو النصب، أي أنها تكون عاملة، تنصب الفعل المضارع ولكن بشرطين اثنين، إذا توفر هذان الشرطان فإن إذن تكون ناصبة وتضاف لها النون، إذا لم يتوفر أحد الشرطين فإنها تكون بدون نون ولا تكون ناصبة. أولا أن تكون متصدرة الكلام، أي تكون في بداية الكلام. مثال ذلك: كأن تقول لي أزورك، فماذا أجيب؟ أجيبك فأقول إذن أكرمك. إذن تلاحظون هنا أن إذن جاءت بالنون، وتلاحظون أن الفعل المضارع منصوب بالفتحة، ما الذي نصبته إذن لتوفر الشرط، وهو أن إذن جاءت في بداية الكلام. لما تكلمت أنا ماذا قلت؟ قلت إذن أكرمك. إذن توفر الشرط الأول وهو أن إذن جاءت في بداية الكلام وتصدرت الكلام. لكن لاحظ، لو قلت لك أنا إذن أكرمك، إذن هنا إذن لم تتصدر الكلام وبالتالي لم تعد ناصبة، فتلاحظون أن الفعل بقي على حاله وهو أنه مرفوع لأنه فعل مضارع، لأن إذ لم أو إذن لم تتصدر الكلام، بل الذي تصدر الكلام لفظة أخرى، إذن هنا باطل هذا الشرط. إذن
إذا لم تتصدر إذن الكلام فإنها لا تعد ناصبة، ولكن تبقي ما الفعل بعدها فعل مرفوع. الشرط الثاني عدم وجود فاصل بينها وبين الفعل المضارع، فإن وجد هذا الفاصل بينهما فإنها لا تنصب. مثال ذلك: إذن أنا أكرمك. إذن تلاحظون إذن تصدرت، الشرط الأول متوفر، إذن الشرط الأول متوفر، لكن هل الشرط الثاني متوفر؟ لا، لأن إذن مفصولة عن فعلها. لماذا فصلت؟ فصلت بكلمة، أي كلمة؟ مثال ذلك هنا الضمير أنا. فتلاحظون أن الفعل المضارع أكرمك لا زال مرفوعا. لماذا؟ لأن إذن لم تعمل عملها. ما هو السبب؟ هذه المرة جاءت متصدرة، السبب أنها فصلت عن فعلها. باستثناء ماذا؟ إذا كان هذا الفاصل قسما، الفاصل بين إذن وفعلها، إذا كان الفاصل قسما أو شبه جملة فإنه لا يعد فاصلا وتستمر إذن في أداء مهمتها وهي النصب. مثال ذلك لو قلنا إذن والله أكرمك. إذن تلاحظون أن إذن رجعت لها النون وأن الفعل بعدها فعل منصوب. ما هو سبب؟ رغم وجود فاصل. ما هو الفاصل؟ هو والله قسم، لكن هذا الفاصل لا يعتد به، لا يعد فاصلا أصلا لأنه قسم. الجملة الأخرى: إذن في المساء أكرمك. تلاحظون فاصل وهو في المساء بين إذن وبين الفعل، لكن هذا الفاصل لا يعد فاصلا لأنه شبه جمل. إذن كيف تعرف؟ إذن حرف جواب وجزاء واستنتاج واستقبال ونصب، مبني لا محل له من الإعراب. طبعا الآن نحن نعرف بالجملة: إذن والله أكرمك. إذن حرف نصب، والله القسم، وأكرمك فعل مضارع منصوب بإذن، نصبت لأن الشرطين توفر، أنها في البداية وأنها غير مفصولة عن أكرمك. فقولوا لي غير مفصولة والقسم موجود بينها، أقول أن القسم هنا لا يعتد به. فإعرابها يكون: إذن حرف جواب وجزاء واستنتاج واستقبال ونصب، مبني لا محل له من الإعراب. الواو والقسم حرف قسم وجر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أيضا لفظ الجلالة مقسوم به أو مقسم به عفوا مجرور بالواو وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وشبه الجملة اللي هي والله متعلقة بفعل محذوف تقديره أقسم. أكرمك إذن فعل، هذا هو الموضوع، أكرمك فعل مضارع منصوب بإذن وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، والكاف ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول فيه. إذن تلاحظون أن إذن هنا عملت عملها ونصبت الفعل المضارع. إذن خلاصة ما هي؟ تكون إذن حرف جواب وجزاء واستنتاج، أي أن ما بعده نتيجة لما قبله، وتأتي بعده جملة اسمية أو فعلية. وقد تكون إذن حرف جواب وجزاء واستنتاج واستقبال ونصب، تنصب الفعل المضارع بعدها، ولكن بشرطين: أن تتصدر الجملة وأن لا يفصلها عن الفعل فاصل ما عدا القسم وشبه الجملة، فإنهما لا يعدان مانعا من النصب. إذن كان هذا هو درسنا لليوم، واليوم تركت لكم بعض التطبيقات يعني من باب العمل مع بعض، ولذلك فمن أراد الجواب على هذه التطبيقات فليكتب لنا تعليقا تحت في التعليقات، ومن استطاع أن يجيب بدون كتابة التعليقات فشأنه ذلك. إذن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، كان معكم أخوكم الأستاذ عبد الحميد مرابطة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في تسجيل جديد بإذن الله تعالى.